فأحب أول شيء أرحب فيكم كلكم وأشكركم على وجودكم اليوم في هذه الجلسة. وأنا نفسكم دائماً أحب أستمع للناس الملهمين الناجحين، أتعلم منهم عشان أبدي يوم جديد باكر أصحح فيه مساري، أعدل فيه من بعض البيهيفيرز أو أنمي بعض المهارات. اليوم ما شاء الله معاي في البانل ناس، كنت أنا مجهزة أني أنا أقول كل واحد التايتل ماله، لكن قدموا لكم قبل شوي مسمياتهم، وكل واحد أقرب مسمى للموضوع اللي رح ينطرح اليوم. نحب نبدي طبعاً مع الأستاذ مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، واللي أنا شخصياً سعدت لما سمعت خبر التعيين، لأن أعتبره من القيادات الشابة لأكثر من سبب. دائماً حريص على التواجد في التجمعات الشبابية والاحتكاك فيهم وتبادل خبراته، وهذا شيء أنا شهدته بنفسي، ووجوده اليوم أيضاً دليل يؤكد على هذا الشيء. فرح نبدي إن شاء الله بالأسئلة بالترتيب، كل سؤال راح يجاوبه شخص من البانل، لكن من الحين اللي عنده سؤال خلال الديسكشن يبدي يسجله، لأن آخر ثلث ساعة راح تكون Q&A، تسألون كل الأسئلة اللي تبونها، فابدوا حضروا الأسئلة عشان نقدر نستفيد من الثلث ساعة الأخيرة بالشكل الأفضل. نقول بسم الله ونبدي مع الأستاذ مازن الناهض. أول سؤال، بما أن السيشن عن الليدرشيب، نبي تعطينا رأيك في صفات القيادي، شنو اللي يميز القيادي، وهل هذا يعتبر شيء بالفطرة أو شيء مكتسب؟ شكراً على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد أني أكون معكم اليوم في مؤتمر تمكين، شرفني نيابة عن بيت التمويل أني أكون هني. إحنا طبعاً من أكبر الداعمين للشباب وللمبادرات بشكل عام. السؤال جميل جداً، هل القيادي يولد أم القيادي شيء، أو القيادة شيء الواحد يتعلمه؟ برأيي أن في ناس تولد، يعني بولادتها تكون عندها صفات القيادة موجودة، ولكن هذه الفئة هذه قليلة جدا، نسبة وتناسب. وفي عندنا طبعا، يعني إذا بنرسمها ككيرف، بيل كيرف، راح نلقى ناس عندهم القدرة على القيادة من ولادة، خلقة من الله، نعمة. في أكو مجموعة من الناس 10 إلى 15% اللي هم في قاعدة الهرم، 10 إلى 15% مهما يتعلمون ما راح يوصلون إلى مراحل القيادة، ما عندهم القدرة الذهنية أو القدرة على الإنسبيريشن. لأن بنهاية المطاف أنت كقائد أهم الصفات اللي تكون عندك أنك أولاً تقدر تتواصل مع موظفينك والتيمز اللي معاك، توصل لهم رسالتك ونظرتك بوضوح وتقنعهم فيها، فعندك القدرة والكاريزما أنك تقنع موظفينك وقيادينك على أن هذا التوجه أو هذا الاتجاه هو الطريق الصح، وأن هم كلهم يقتنعون معك. في ناس عندهم القدرة هذه موجودة، في ناس لا يتعلمونها، وكثير من الناس يتعلمون القيادة ويوصلون إلى مراحل عالية من القيادة. من هالقواد اللي يقدرون يوصلون هالمراحل العالية؟ هم الناس اللي يكونون سيلف أوير، عارفين بمشاكلهم، عارفين شنو النقص اللي موجود عندهم، ما يكونون منعمين بحيث انه ما يعرفون شو اللي قاعد يصير معاهم. يكون سيلف أوير، هذه كخطوة أولى. الخطوة الثانية وتكلم فيها مساء الأخ بدر الخرافي أبو ناصر، وقال الاستماع إلى آراء الآخرين أو إعطاء الفرصة للآخرين أنهم يعطونك وجهة النظر على أدائك وأداء قيادتك، وإذا في أي قصور ما هو القصور، شلون ممكن أصلحه. الشغلة الثالثة والأهم أنك أنت تجيب ناس أو تكون مرتبط دار مدار ناس صريحين واقعين معك، يعني إذا فيك عيوب وإذا فيك مشاكل وإذا في تصرفات غير مقبولة فيك من ناحية القيادة، هالمجموعة هذه هي تكون الصريحة معك وتبادرك وتقول لك إن اللي قاعد يصير هذا غلط. فنعم، القيادة ممكن الإنسان يتعلمها،
ولكن لازم الديسيبلين يكون عالي جدا. ننتقل حق الأستاذة إيمان روضان، وأنا عن نفسي طبعاً سعيدة بوجود امرأة كرئيس تنفيذي لشركة اتصالات، لأن إذا في موجودين هنا في القاعة بنات يشتغلون في مجال التكنولوجيا والتليكوميونيكيشن يدرون أن هذا صعب جداً، للأسف لا زال المجتمع ذكوري، فسعيدين وفخورين في وجودك معنا، وطبعاً نتمنى لك التوفيق في هالمسيرة عشان تكون حافز لبقية البنات اللي حابين هم يمشون بهذا الطريق. رأيك في الصفات القيادية اللي تكون موجودة في الإنسان، وهل هي فطرية أو مكتسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا شاكرة جداً لك. ما يشتغل المايك لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا شاكرة للحضور، وصراحةً I'm very impressed وسعيدة جداً لتواجدي في مع هال. أنا سعيدة جداً لتواجدي اليوم صراحةً، ومتحسفة إني ما حضرت events of تمكين السنوات الماضية. ما توقعت ما شاء الله الإقبال خاصة من الشباب والقيادات الشابة. بالنسبة لي I strongly believe إن القيادة leadership is more of a mission rather than a position. هي تترجم بهدف، والهدف هذا لازم يكون هدف inspirational، مو هدف سهل تحقيقه. هدف مستقبلي مرتبط بطريق واضح لي، وساعات ما الطريق ما يكون الطريق واضح للأمانة، بس يكون مرتبط بطريق لتحقيق هذا الهدف. القائد يحتاج إلى سبورترز، السبورترز هما his team. في سؤال اللي انطرح قبل شوي شنو تعريف التيم، وللأسف I was putting the mic فما سمعت الإجابة. أنا بالنسبة لي التيم is more of pieces of a puzzle. كلنا نكمل أو نشكل صورة متكاملة، لازم كل واحد complements the other، وكل واحد لازم يكون intelligent قوي كثر أو أكثر من الأطراف الثانية. بالنهاية المحصلة قوة الجميع تكون أكبر جداً من الانديفيدوالز، أكثر من أقوى من الأفراد. القائد لازم يكون عنده الطريقة to express him or herself، لازم يكون في وضوح. أعتقد أن الكثير جداً من الليدرز يتميزون بالفوضى، فوضى بالتفكير، الفوضى في التخطيط يمكن، بس بالنهاية طريقهم واضح. Sometimes يكون إنه والله I believe إن أنا صح والباقي كله غلط. إذا كان الشخص، إذا كان القائد مؤمن بالهدف اللي راح يوصل له، القيادة تفرق عن الإدارة، إن الإدارة تكون فيها الاحتمالات واضحة، القرار يكون عند المدير معتمد على بيانات، إحصائيات، معطيات، لوجيك، دراسة. القائد يتعدى كل هذا، القائد يكون عنده البرسيستنس، القدرة على الثبات على قوة الشخصية، قوة القيادة مع فريقة. الجروب ثينكينج طبعا خطر دائم، ولكن مثل ما تفضل بسعد، أفضل طريق للقائد للفريق أن يكون القائد يحيط نفسه ب people who are more intelligent، ناس أكثر كفاءة أكثر قدرة، أساس كل واحد منهم يكملون بعض. اللي يشوف أن
لما أحوط نفسي بناس نفس الليفل أوف التفكير، نفس الليفل أوف الانوفيشن، نفس الثقافة، قاعدين يضعفون نفسهم ويضعفون حتى يبعدون عن الانسبريشنال تارجت. على كثر قوة القائد لازم يحيط نفسه بتيم يثق فيهم يكونون أكثر قوة منه. يثق فيهم does not mean إنهم يوافقون على كل شيء، لأن أكبر خطر لما كل اللي حواليك يزور راسهم ويوافقون، لأن عمرك ما راح تعرف شنو الغلط اللي سويته. والقائد، وهذا شيء تعلمته، القائد يخطئ يغلط، ولازم أحد يقول له لما يغلط إنه ترى غلط، على أساس يصير في استمرارية للمحاولة، لأن الوصول إلى الهدف الإنسبريشنال مو سهل، وممكن يصير في عقبات، ممكن يصير على أكثر من محاولة. أعتقد هذه الصفات الرئيسية بنظري. طبعاً بالنسبة للعقبات والتشالنجز أو التحديات راح نجي لها بعد شوي، هذا حق اللي يبي يعرف ويتعلم من الأشياء اللي مروا فيها الناس اللي سبقونا. فاللي يبي يسأل بهالمجال أيضاً يحضر سؤاله. رد أذكركم عشان وقت الأسئلة نجمعهم على طول. ننتقل حق أخونا الأخ أنور بوخمسين اللي هو تشيرمن لوربا للتأمين، ويعني أحب هني أنوه أن حتى هاللحظة كل المشاركين في هذه الجلسة ناس قادة من القطاع الخاص، وهذا الهدف الأسمى اللي أنا شخصياً مؤمنة فيه، لأن المواصفات القيادية اللي ذكروها قبل شوي يمكن شوي اللي موجود في قطاع حكومي يحس أنها يعني صعبة التنفيذ، صعب الانطلاق من خلالها، البيئة شوي يمكن ما تساعد، صحيح. فنحاول نحن نشوف الحين بنظرة الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص. وربة للتأمين مع أخونا أنور بوخمسين نفس السؤال، عن وجهة نظرك أنت الشخصية في مواصفات القائد الناجح، وهل أنت أيضاً توافق الرأي بأن هذه مواصفات بالفطرة بالإنسان أو ممكن اكتسابها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني اليوم أكون معاكم في مؤتمر تمكين، وأعتقد عندنا أول شيء قائد ناجح اللي استمر 5 سنين، الأخ علي الإبراهيم والتيم اللي معاه. صراحة يستاهل اليوم أن نهنيه على هالإنجاز، إنجاز جبار يستحق أن الواحد يحيي عليه، ويحيي طبعا الإخوان اللي قائمين. أنا متأكد الأخ علي عنده جيش معاه يقوم بتنظيم السنوي. إحنا من الشركات اللي يسعدنا دائما أن ندعم المؤتمر لثقتنا بالشباب وبالزيادة الطردية اللي عند الشباب والطاقة اللي ناخذ منها إحنا الأفكار. الليدرشيب يحتوي على إحدى المواصفات المهمة، أهم مواصفة في الليدرشيب اللي يدرسونها برا. أنا أخذ دورات في الليدرشيب. أكثر المواصفات اللي الكل يتكلم عنها طرق إخراج موهبة الشخص اللي أمامك في التيم، وما راح أضيف على اللي تكلم عنه أخوي مازن وأختي ويانا اليوم. أعتقد إضافة شيء عندك في التيم مع جماعة جدد تقدر تطلع منهم أفكار جدد تضيف، هذه أهم في مواصفات الليدر. الليدر لازم يكون عنده طبعا الخبرة، لازم يكون عنده القدرة على إدارة الناس، يعني إدارة الموظفين يدرسونها برا. حتى يقول لك بزنس كوميونيكيشن اليوم يعتبر هو من أهم السبجكتس اللي تدرس في أمريكا اليوم، بزنس أو بيبل مانجمنت أو لها عدة مسميات. اليوم أفضل ما فيها أن هي تخرج ناس للمستقبل، تخرجون ويشوفون النور في الحياة العملية ويصيرون ليدرز. الليدر اليوم ممكن مثل ما تفضل أخ مازن ينولد ليدر، أو في ليدرز من خلال الإكسبيرينس يصير ليدر. ما هي غريبة على الشباب الكويتي، في ليدرز اليوم بأعمار جديدة وصلوا إلى أعلى الشركات وترأسوها، وحتى على المستوى السياسي في القطاع العام في الهيئات وفي المؤسسات والوزارات. اليوم نشوف الجيل اللي قادم مستقبلا كله من اليونج جينيريشن، ولا ننسى طبعا الزيادة الطردية في عدد الشباب زيادة كبيرة،
قاعد نشوف المناصب اللي تقلدونها مو بس بالكويت، في الخارج. يعني أنا كنت في فندق في لندن وتفاجأت إن المدير كويتي، يعني من مدة بسيطة مدير الفندق من أكبر الفنادق في لندن مدير واحد كويتي. يعني بالعكس، هذه أهم صفة عند الكويتيين، إن لما يطلع برا ممكن يترأس ويقود شركات عملاقة. طبعاً يعني هذه من الأشياء اللي تفرح الواحد، وطالما ذكرت إن جيل الشباب فإحنا اليوم معانا أحد هذه الطاقات، أخونا محمد بودي، ويمكن إحنا ما اضطرينا نعرف وايد ببيت تمويل الكويتي وشركة زين وربا للتأمين، لأنهم شركات كبيرة وصار لها فترة طويلة بالسوق. لكن بالنسبة للأخ محمد بودي، هو كوفاوندر لترولي، فقبل لا تبدي رأيك في مواصفات القائد، عطهم نبذة بسيطة شنو هو ترولي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. أتشرف اليوم أني أكون بينكم، معظمكم هني أنتربرنورز وداشين الميدان، ودي أني أضيف شيء إن استطعت على هالمجال. في البداية لما بدينا كونسبت ترولي كانت دراسة في 2009 للماركت اللي شفناه والجاب اللي بالسوق اللي ممكن نمليه في مجال الكونفينينس اندستري. اليوم ما في عندنا كونفينينس ستورز، اليوم عندنا مثلا اقدر اقول لكم بقالات. البقالات من 1970 على حطتها لليوم ما صار فيها لا تطور ولا شيء. لما بلشنا المشروع كان اصعب شيء لنا ان شلون وي بنتريت ذا ماركت، ونحاول ان نثقف الناس بان بدال لا يتسوقون في الجمعيات او يتسوقون في البقالات ممكن ان يتسوقون في الكونفينينس ستورز. فاضطرينا ان نبدي المشروع بدايه في الجامعات، كون الجامعات كل كورس يخرجون تقريبا 25,000 طالب، فعشان الناس تهضم الفكره اضطرينا ان نحط الفكره بمكان في ترافيك وايد عالي. بعد ما فتحنا في الجامعات، الفكره كانت حل لمشكله الطلبه كانوا يعانون منها. المشكله كانت غلاء في الاسعار غير مبرر داخل الجامعات. الطلبه قاموا يشتكون من الاسعار، وحتى اداره الجامعه قامت تشتكي من الاسعار. ففضل الله سبحانه وتعالى أوجدنا ترولي كحل لهذه المشكلة. وبعد هذا طبعا الفرع، لو أقول لكم تعجبون، الفرع من زود ما هو صغير. أول فرع كان 15 متر مربع، يعني اللي يبي يدش داخل الستور لازم ينطر اللي داخل يطلع عشان يقدر يدش. ففضل الله سبحانه وتعالى إدارة الجامعة وايد رحبت بالفكرة، وايد استانست الطلبة، وايد دعموا الفكرة لأن شافوا أنه حل لمشكلة. بعد هذا انطلقنا إلى الجامعات الخاصة اللي بالكويت، وبعدين لاحظنا أن في مشكلة ثانية نعاني منها إحنا كيعني مستهلكين. اليوم إذا بمشي بالسيارة وعطشنا، ولا نبي عصير أو نبي أي سناك، الخيارات عندنا أن نروح إما الجمعية أو نروح بقالة. الجمعية مشكلتها أن على ما أدور لي مصفط وأنزل من السيارة يكسب مني وقت، غير هذا على ما أوصل حق الماي هم يأخذ مني وقت، لأن الجمعيات تستخدم تكتيك كلاسيك قديم اللي هو نحط أسرع الأصناف آخر الأرفف علشان الزبون يمشي بين المنتجات ممكن يذكر شيء ويأخذه، فيلقى نفس الزبون أنه صارف أكثر من 20 دقيقة من وقته بس علشان يطلع بماي أو عصير. المشكلة الثانية بالبقالات نلاحظ أن ما فيها معايير أيا كانت. ممكن تشوفون البقالة أن المنتجات عليها غبار، ممكن طريقة التخزين ما تكون طريقة التخزين بمعايير عالمية. اليوم إحنا كمستهلكين ساعات نظرتنا تكون للمنتج أن تاريخ صلاحيته تكون مناسبة، ولكن طريقة التخزين بالنسبة لنا أهم مهمة حيل، لأن أي منتج يعرض لحرارة بعدين يعرض لبرودة تنشأ عنها بكتيريا ممكن الزبون يتسمم منها. فالبقالات ما فيها معايير، قلنا نسوي كونسبت الكونفينينس ستورز بما أنه في فجوة بالسوق نوفرها داخل معظم أو كل محطات البنزين اللي داخل الكويت، وحبينا أن نضيف عليها خدمات تكون
تزيد الكونفينينس والسهولة حق الزبون أنه يختار من بين الاختيارات الثانية. من ضمن الاختيارات هذه عندنا كوفي شوب ما بين كوفي بين وستاربكس في بعض المواقع. ستاربكس علما بأن ستاربكس الأم وافق على أنه يفتح أول ستاربكس في العالم داخل محطات البنزين داخل ترولي بالكويت. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وشهادة من ستاربكس من الستاندردز العالمية العالية. غير هذا من الخدمات عندنا طبعا وي بارتنر مع بيت التمويل، وبيت التمويل وفر لنا مكان ينسحب الآلي لخدمة عملائنا وعملاء بيت التمويل على أساس تزيد من الكونفينينس. بالإضافة عندنا شركة أريدو عندها بوث داخل أفرعنا تقدم كامل خدماتها، وبإذن الله نشوف إن شاء الله زين معانا بالمركب. وطبعا ما نستغني عن وربة للتأمين، ونتشرف فيكم كلكم. شكرا. أول شيء طبعا نهنيك أخوي محمد، وجميل أن يكون في تجربة توها وليدة عشان تحسون أن أنتم قراب من اللي هو قاعد يقوله وتعيشون التجربة معه. ما راح أسأله عن وجهة نظره في صفات القائد، راح أسأله إذا هو الحين قاعد يحاول يطور من نفسه ويكتسب بعض المهارات اللي مع التجربة بشكل يومي قاعد تحس أنك محتاجها. إيه نعم، طبعا من أهم صفات أي قائد أنه يكون دائما متعطش حق المعلومات. أنا أعتذر إذا سرقت من وقتكم يا جماعة، بس ال- 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 القائد لازم يكون عنده، هذا ستيف جوبز يقول مثال، يقول stay hungry and stay foolish. دائما القائد لازم يكون متعطش حق المعلومات، ومهما حصل من حصيلة معلومات لازم ما يكون مكتفي، لأن هذا أكثر شيء ممكن يقتل أي قائد. طبعا يعني سمعنا من التجارب، يمكن ما دخلنا بتفاصيل الكاركترز أو اللي هي مواصفات القائد مثل ما ودنا بشكل مفصل، لكن راح أحدد السؤال بشكل أكبر. معظم اللي موجودين هنا يمكن يسمعون الكلام العام عن المهارات القيادية، لكن ممكن نساعد أكثر في فهم الفروقات إذا جينا نحدد شنو هي مواصفات القائد. يعني أنا لما أشوف شخص قدامي هذه مواصفات قائد وهذا شخص مدير، يمكن إحنا مع التجربة والخطأ قاعدين نشوفها وتقتل يمكن روح الفريق. فودنا عشان بس اللي موجودين كطلبة وخصوصاً اللي يشتغلون كمجاميع شبابية في مشاريع الجامعة يشوفون منو اللي قائد ليدر ومنو اللي مدير. هذه راح تساعدكم حتى في اختيار الليدر في الفرق اللي أنتوا تشتغلون فيها بالجامعة. معظم فرق الجامعة لازم يصير فيها هوشة. أنا واحدة هم كنت في الجامعة، عدل ولا لا؟ هذه اشتغلت أكثر، هذا ما يدري عن الموضوع، فلانة سلمت الماتيريال عن البقية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أوكي. ليش قاعد يصير هذا الشيء؟ لأن اختيار رئيس الفريق عادة ما يكون مبني على الشخص الصح. فالحين نبي نسمع منو الشخص اللي لما نشوف هالمواصفات فيه هو الليدر، نسلم القيادة عشان بقية الفريق يرتاح. تفضل أخي مازن. شكرا. طبعا مواصفات الليدرشيب وايد، بس أقدر أقول لك من أهم مواصفات الليدر أنه يكون قدوة قبل أي شيء. لازم هو يكون الريفلكشن مال فاليوز مالت المؤسسة كلها متمثلة فيه، لازم ما يحيد عنها الفاليوز هذه، لازم هو يكون عادل بالدرجة الأولى، ما يفرق بين الموظفين، بالأحرى ينتقي الموظفين الممتازين أساس أنه يمسكون الإدارات. مثل ما تفضلت أختي إمام مساء، إذا تقولي لي في قائد وعنده مجموعة من المدراء أو التيم ماله كلهم أضعف منه، أنا أقول لك هذا قائد فاشل. القائد الناجح اللي بناس أحسن منه خبراء في المجال اللي هم فيه، وهو يستفيد من خبرتهم، ولكن يقول لهم هذه نظرتي واحتاجها تنفذ. شنو الأشياء اللي أحتاج أو نحتاج إحنا كفريق عمل نعملها أساس نوصل حق هدفنا المشترك. القائد اللي هو دائما يخليهم فوكست على الاتجاه اللي راح يدله. فالقائد الناجح يكون عادل، يكون معه
فريق عمل أفضل منه وأكفأ منه بالمجالات اللي هم يفهمون فيها، وهو تكون عنده نظرة واضحة جدا على وين بيودي الشركة، المؤسسة أو أي إن كان إلى النجاح، ولا بد أن يكون عنده القدرة أن يقنعهم بوجهة نظرة، لأن إذا ما اقتنعوا راح تؤدي إلى الفشل. هذا سؤال أنا مني راح أسأله بس علشان اللي موجودين، هل معنات هذا الكلام بأن احنا نبي الكل يصيرون ليدرز، ولا دور القائد مطلوب ودور المدير مطلوب؟ المدير مو مفهوم الجوب تايتل، لكن هو الشخص اللي ينفذ الخطة كما هي، لأن دائماً أحس في حرج عند الناس إن لما تقول له أنت الليدر فكأنك تقول حق ثاني أنت مو ليدر، يحس إنه هو أقل، في حين إن أنا مؤمنة تماماً إن كل واحد له دوره. فشنو الكلمة اللي ممكن توجهها للجمهور خصوصاً الشباب والبنات اللي موجودين بهالنقطة؟ كلمة واحدة بس أساس إن أكون واضح مع الجميع، يعني الأخوان والأخوات كلهم، الليدرشيب مو معناته اللي هو رأس الهرم إنه هو القائد وبس. كل واحد فينا بأي كانت وظيفته بالمؤسسة اللي يشتغل فيها ممكننا يمارس القيادة. يمارس القيادة من أي ناحية؟ من ناحية إنه يتحمل مسؤولية أي مشكلة تنشأ، مع أنه ممكن تكون مو مسؤوليته. خلنا أعطي مثال، كثير من الأحيان ندش شركات أو هيئات حكومية بزيارتنا لهم، تروح حق الشخص المطلوب تقول له السلام عليكم، عليكم السلام، عندي المعاملة الفلانية، والله مو عندي، عند فلان. نفس المثال حق واحد يهتم بعمله، يهتم بأدائه، وداخليا وهو عارف انه هو موجود بهالمكان عشان يؤدي هالخدمة للناس، يقول له حاضر انا اساعدك، انا اتحمل مسؤولية مساعدتك، مشكلتك عندي بالسيرفيس اندستري، يعني انا طالع من السيرفيس اندستري طول حياتي. فبالنهاية بالامكان ونشوفها ناس تقول لك والله مو عندي، خصوصا بالهيئات الحكومية اذا تلاحظونها، وفي ناس لا تشوفين شقردية، لا أنا ألقى لك الحل، أنا أوديك حق المكان المناسب اللي يشوف لك الحل. طيب هالتصرف هذا هل تعتبرونه تصرف عادي ولا تصرف قيادي؟ تصرف شخصي يحس بالمسؤولية، وهو حل الإشكالية بقيادته لهالمشكلة هذه. فمو معناته إن الواحد يكون على رأس الهرم إنه هو يكون القائد. في أشياء وايد نقدر نسويها إحنا بغض النظر عن طبيعة وظيفتنا، بغض النظر عن المكان اللي إحنا فيه، فيها leadership inspiration. أعطيك مثال آخر حتى على مستوى المجتمع اللي نشتغل فيه، لو أطلع برا بيتي والجيران يكونوا موجودين وأشوف حشاكم الزبالة موجودة وأقوم أنا أشيلها وأحطها بمكانها الصحيح وهم كلهم قاعد يطالعوني، طيب الأكت اللي أنا قاعد أسويه لصالح بلدي، لصالح النظافة اللي موجودة، أساس أحافظ على النظافة ومن قيمنا الإسلامية ما فيها أدنى شك، بس لما يشوفوني أنا أسوي هالعمل هذا يقول ليش قاعد يسوي كذي؟ طيب هذا جزء من قيادتي أنا أني أخلي هالبلد أفضل. طبعاً من أروع الأمثلة اللي قربت الصورة أعتقد لكم. نفس السؤال للأستاذة إيمان، وإذا ممكن يعني تعطينا أمثلة من بعد التغييرات، طبعاً مسؤولية جديدة في شركة زين وإعادة هيكلة، كشخص مسؤول في شركة، طريقة انتقاء أو اختيار الشخص اللي يكون مواصفاته مواصفات قائد لشنو، والشخص التنفيذي اللي هو نسميه بين قوسين يدير good manager، يعني عارف يدير وقته، عارف يدير المهامة لين ينفذها، شلون قاعد يتم الاختيار again لنفس السبب، علشان لا نحس بأن الستارز هم فقط الليدرز واللي ينفذون أقل مرتبة، بالعكس. كل organization العالم كله يحتاج القائد ويحتاج المدير ويحتاج الجنود، هذيل كلهم مثل ما قلتوا هما different pieces of the puzzle اللي
they complement each other. وهم اللي يكونون القوة الأكبر. الخطأ إنه ينظر للقائد مثل ما تفضل بسعد إنه على قمة الهرم والمدير تحته والموظفين تحتهم. هذا خطأ كبير. يقتل الطموح، يقتل الإبداع، يقتل الباشن. الفرق البسيط ما بين القائد والمدير إن القائد مورف عنده قدرات لإنسبيريشنال يقدر هي كان هي أو شي كان إغنايت لسبارك. الإبداع يحتاج إلى باشن. الشخص اللي يسوي شيء وهو بس يبي المعاش مجبور عليه غير عن الشخص اللي يسوي شيء وهو حابه. الشخص اللي يسوي يؤدي عمله وهو قاعد يفكر إن أنا حابة لمصلحة وطن لمصلحة المجتمع لمصلحة أنا قاعد أقدم خدمة هذا يخليه يبدع يخليه يعطي بدون ما يحتاج أحد يقول له ها اشتغلت جيت سويت بس المؤسسات محتاجة إلى آليات لتشجيع التفكير الصحيح يعني في زين وصراحة هذا شيء كان موجود عندنا في زين أنشأ الله يذكره بالخير دكتور سعد البراك واحد من أفضل القادة اللي تعلمنا منهم أنشأ هالشيء هذا في زين قبل كم سنة صار في عندنا الكارير ديفلوبمنت باث لا تو باث واحد اللي هو مور اوف ليدرشيب باث والثاني اللي هو مور اوف تكنيكال باث تكنيكال ما نقصد فيه المهندسين والفنيين تكنيكال كوميرشال اللي هو المتخصصين في مجالهم هذيل لهم طريق للصعود والنمو في الهايراركي اوف الاورجنايزيشن والليدرز المانجرز لهم طريق اخر طريقه تعاطي الشركه مع النوعين مختلف نوعيه التريننج نوعيه التاسك مكانهم قدرتهم على مو قدرتهم العفو الأسايمنت اللي تعطى لهم على إدارة فرق مختلفة لازم القائد ينظر لجميع الفريق اللي معاه على أنه هما مو مساعدين له ولكن أنهما equal partners لازم القائد has to empower لازم القائد has to trust وعلشان يصير فيها الامباورمنت والترست لازم القائد يحيط نفسه بناس again intelligent جريئين ما يخافون يقول حق القائد لا هالتفكير هذا مو صحيح او لا هذا السلبيات وهذه الايجابيات I strongly believe في الدنيا مو ابيض واسود القرارات معظم القرارات القيادية تتخذ في عالم يكون في نسبة الأبيض 10% ونسبة الأسود 10% والباقي هذا الجري القدرة على اتخاذ القرار بثقة القدرة على مثل يعني مثل ما قلنا إن القدرة على الثبات لازم يكون قرار قائد محاط بتيم قوي جزء ثاني من إجابة على سؤالك شنو اللي عدلناه أو شنو اللي طورناه في زين نات من أيام ما يعني أنا بديت مع زين ولكن هذا شيء يعني أنا أفخر فيه كوني أنا من تعلمت معظم خبرتي العملية إذا ما كانت كلها كانت في زين زين كانت دائما مهتمة في السكسيشن بلانينج القائد شنو فائدة قائد إذا ترك هالمكان سواء كانت مؤسسته الخاصة، عمله الخاص، أو قطاع حكومي، بس مجرد ما تشيل القائد ينهار. لا، هذا أكبر خطأ ممكن إنه يسوي القائد. القائد لازم يكون عنده فريق ولازم يكون عنده خطة على أساس إنه we build an institution. We do not build مكان. We do not build leadership. We do not build استغفر الله العظيم يا ربي قائد لأن القائد غلط القائد
لازم يتعلم من أخطائه. القائد لازم حتى يعلم اليونج جينيريشن اللي عنده بالتيم اللي حوله إنه كلنا غلط، ما في مانع إنه نخطئ، بس الخطأ الأكبر إنه، وهذا هم فارق كبير جدا ما بين القائد والشخصية اللي ما فيها القيادة، إنه ممكن الواحد خلاص بعد يحاول مرة يقلط فيها، يحاول مرة ثانية يقول خلاص بس أنا بتم تحت الساس. لا طبعا ننتقل الحين حق أخونا أنور وبسألك سؤال محدد فيما يخص اختيار القائد أو المدير بالنسبة لمؤسسة تجارية القطاع الخاص مطلوب منا من الأساس تحقيق الأرباح، فبالتالي أنتم كمؤسسة تجارية، وهذا الشيء طبعا ينطبق على كل المؤسسات اللي تمثلونها هني، شنو أهمية اختيار القائد في وجوده في مؤسسة مطلوب منها تحقيق أرباح، وشلون تسعون إلى اقتناص قادة لتوظيفهم في مؤسسة أنت مسؤول بالدرجة الأولى عن تحقيق الأرباح فيها؟ إذا أنا فهمت السؤال صحيح، إحنا طرق التقييم السنوية عندنا في الشركات يمكن خاصة في وربة للتأمين دائما عندنا نسبة سنوية من التقييم لكبار الموظفين، يكون هناك نسبة معينة شريحة تكون الأضعف ويتم استبدالهم وتغيير أدوارهم داخل الشركة. طبعا الكي بي آيز معروفة في كل الشركات، مو شيء جديد، يدش فيها عامل الكي بي آيز، إذا نوضحها حق معظم الناس اللي للحين ما اشتغلوا الناس، لا طرق التقييم خلينا نقولها بالعربي، طرق التقييم السنوية يدش فيها طريقة التقييم لحتى الحالة الاجتماعية، يعني إذا واحد في بيته يعني عنده فشل أو مو مستمر أو مثلا عنده لا قدر حالة طلاق مثلا أو عنده مشاكل اجتماعية، هذا ما تقدرين تحكمين على أنه مو ما هو ليدر جيد، لكن تعطي إنديكيشن. فاليوم حتى طرق التقييم تدخل في الاتصال مع زملائك، الدونيشن بالنسبة للقرارات، إيش كثر أنت تعطي أوثوريتي تحتك، لأن إذا أنت ماسك كل الأوثوريتيز عندك أنت كقائد ماك فايدة، الشركة ما راح تمشي ولا تقدر تخرج منهم مواهبهم، أنت بالنهاية كقائد تحتاج اللي تحتك تستخرج منهم المواهب اللي عندهم تستفيد منها. فطرق التقييم السنوية في الأرباح هي إنديكيتر، لكن في إنديكيترز أخرى، علاقتهم مع زملائهم، علاقتهم مع الكاستمر، علاقتهم مع المؤسسات اللي يتعاملون معها، الجهاز الحكومي، بأن هذا كله بالنهاية تقييم. حتى المسؤولية الاجتماعية، يوم في مسؤولية اجتماعية من الشركات تجاه المجتمع، شوف أنت حتى أفكارهم شلون تضيف بالنسبة للمجتمع في الكويت، هذا أهم ما في تقييمنا للقائد. أنت عندك سيلكشن كبير من الموظفين الكبار سينيورز، خلينا نشوف منهم اللي تنافس اليوم ويقدر يكون فعلا نمبر ون بالمستقبل. أنا أعتقد بدًا على سؤالك يمكن اللي خاص في الأرباح. طبعا يعني هو لما نقول أهمية دور القائد في القطاع التجاري أو القطاع الخاص سواء كان بنوك أو تليكوميونيكيشن أو حتى الكونفينينس ستورز، هو القصد منه نجاحه، معيار نجاحه بالنسبة للمالك هو تحقيق الأرباح at the end of the day، يعني هذا راح يكون أساس لاستمرارية البزنس مو لاستمراريته هو كشخص. بس مهي بالضرورة الأرباح، أحيانا يكون منها مثلا أعطيك في قطاع التأمين، ممكن اليوم قائد عندنا رئيس تنفيذي يحقق أرباح، لكن في المقابل بعد سنتين تحوشنا مطالبات كبيرة. يعني اللي مثل ما يقول لك العمل السهل أو الشغل السهل إيه وراء مطالبات في قطاع التأمين، لأن المطالبات هي خلال سنوات، فمو شرط الأرباح لهالسنة هي انعكاس، ولازم تشوفين أحيانا حتى الأرباح شكل عبء على الشركة إذا كان في مشاكل أخرى، يعني في مشاكل تيجي من خارج الشركة ما تدري عنها، غير بس الأرباح، الإيمج، شكل الشركة، اسمها في المجتمع، هذا كله اليوم يأثر. طبعا أخونا محمد يعني تجربتك تقريبا 6 سنوات من أنشأت وترولي، وجودك فيها بالتأكيد، يعني أنا عن نفسي إذا بحكم عليك من برا كذي بالتأكيد أنت ليدر
عندك فيجن، عندك رؤية، قاعد تشوف وين النواقص وتبادر على طول. لكن هل الكلام اللي تفضلوا فيه قبل شوي أنك تحيط نفسك بالناس اللي تعطيك نفس الرأي ونفس القوة، هل هذا موجود عندك ولا تحس أن تو الناس عليه؟ طبعاً أتفق مع أخواني باللي قالوه كله، لازم الواحد يحيط نفسه مع ناس ممكن يرفعونه. اليوم كل قائد ممكن يكون مدير، يعني إجابة على السؤال، بس مو كل مدير ممكن يكون قائد. اليوم في فكرة ممكن تكون واصلة غلط أن أي مدير ممكن يشتغل تحت قائد، يعني المدير نفسه ممكن يطور مهاراته القيادية على أساس يقود الشركة بالكامل من نقطة ألف إلى نقطة باء، أو يقود مجاله في العمل من نقطة ألف إلى نقطة باء. القائد طبعاً من سماته اللي لازم يحرص عليها انه يتاكد انه هو دائما انسبريشنال حق الموظفين اللي معاه، ان كانوا قاده او مدراء. لازم رساله الشركه او الفيجن مال الشركه يكونون مقتنعين فيه. القائد يعني شيء الناس تتفق عليه للقائد. القائد ما يقدر يفرض نفسه على الشركه، ولا يقدر يقول انا قائد ويجبر الناس على قيادته. لازم الشركة نفسها تتقبل رؤيته، تتقبل مسيرته على أساس أنه يكون قائد ناجح. خلوني بس أذكركم قبل السؤال التالي بأن بعد تقريباً 10 دقائق راح نبدأ نجمع كل الأسئلة الخاصة بالجمهور عشان نبدأ نطرحها إن شاء الله على ضيوفنا. الأستاذ مازن، ودنا الحين ننتقل في هالتمنت هذه إلى التجارب الشخصية الحين. بالنسبة لك اخترت قطاع البنوك من الأرلي ستيجز، يعني من بدايات مسارك الوظيفي. إذا ممكن تقول لنا شنو السبب وشلون هذا الالتزام بهالتراك بهالخط الوظيفي هذا أدى إلى وصولك للنقطة اللي أنت فيها اليوم؟ نعم، شكرا جزيلا على السؤال. أول ما اشتغلت في سنة 93 حضرت دورة كان يقدمها لنا واحد من سيتي بانك، كانت على الكريدت بشكل عام. فأول ما بلش المحاضرة كان يقول لنا Do you know why you're bankers؟ كان يقول يعني it's our first year, we want to try an industry that's thriving in Kuwait and would like to be part of it. It's a great institution that I'm in. من هالكلام هذا كله سمع 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 شان يقول no, that's not the answer. شان يقول له شنو عيل؟ شان يقول we're bankers because we don't know what to do anything else. We are good in analyzing credit, we are good in what we do in the field of watching people succeed. Had we had as bankers the entrepreneurship or the vision to do something on our own, we would have done it. For as such, we're very boring people as bankers. يعني just to. In essence, يعني بمعنى آخر ما عندنا النظرة التجارية اللي موجودة عند الانتربرنورز كبانكرز. طبعاً اتجهت بهالاتجاه لعدة أسباب. السبب الرئيسي إنه كان وقتها بالكويت من أكثر القطاعات الخاصة اللي كانت توظف فيها البنوك، خصوصاً تذكرون بوقتها كانت تونا طالعين من غزو والأوضاع يعني ما كانت مستقرة بذاك الوقت. فالحمد لله الله وفقني وانضميت للأخوان في البنك الوطني، وهناك بدأت المسيرة. طبعاً لما تدشين في قطاع المصارف أو قطاع الخدمات بشكل عام، بس أنا وأختي إيمان هني في قطاع الخدمات، أنا بالمصرفي وهي بالتلكم. قطاع الخدمات it's all about customer service، والكاستمر سيرفيس مو هي الله بخير شلونك كذا، لا، الكاستمر سيرفيس هي عبارة عن شلون أنا أقدر أوصل منتجاتي وخدماتي لك بالطريقة أو لك بالطريقة اللي أنتوا تبونها. يعني إذا تبيتيني الفرع أهلا وسهلا، إذا تبيها بالموبايل بانكينج أهلا وسهلا، إذا تبيها أونلاين أهلا وسهلا. احنا اللي قاعد نتطلع فيه ان ودنا اللي انت تفكر فيه احنا نعرفه بما